لما صاحبك يرن وابوك جنبك، لو ابوك عايش يعمل قلب، لو ابوك متوفي يعمل قلب مكسور وعيط، ويا رب ابوك وامك يخشوا الجنه اللي هتعمل لايك ويكسب لك. اجي من على القناه دي يا ابني. حاضر يا بابا. مين اللي بيرن ده؟ واحد صاحبي يا بابا. حطه على سبيكر. ليه يا بابا؟ حطه على سبيكر. بقول لك انت هتهزر ولا ايه؟ حاضر يا بابا. الو، ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله يا اخويا، اخبارك ايه؟ ده الواد ده اكيد ابوك قاعد جنبه، اصلا اول مره يكلمني كده. السلام عليكم يا اخي، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي. ايه، مش هتيجي درس القرآن النهاردة؟ لا لا اكيد جاي، بس هو الميعاد مينفعش 3 العصر. لا احنا 3 العصر هنلم تبرعات لبناء الجامع. طب الساعة 4 هنحل مشاكل المجاعة في افغانستان. طب 5 هتتبرع بكليتك لمريض فقير. طب 6 هنحرر القدس. خلاص انا جاي اهو. يلا، عايز حاجة يا بابا؟ سلام. مع السلامة يا ابني، ربنا يكرمك يا رب. نحرر القدس.